نعم مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى إدارة جرميان وبالتحديد إلى منطقة كلار، حيث الديمقراطي الكردستاني ينظم كرنفالا جماهيريا للتعريف بمرشحيه عن القائمة 190. سيكون معنا مباشرة من هناك مراسلنا شيار محمد ليطلعنا على المزيد. مرحبا شيار، تفضل. نعم زميلتي، مساءك خيرا. طبعا يعني في إطار الحملة الانتخابية للأطراف المشاركة في انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان، تستمر جميع الأطراف بحملتها الانتخابية بكل هدوء والتزام بتعليمات المفوضية، ومن بينها وعلى رأسهم طبعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ما يزال يواصل حملتها الانتخابية بهدوء التزاما بتعليمات المفوضية وأيضا التزاما بتوجيهات القيادات الكردستانية، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارزاني عندما قال يجب أن تكون هذه الانتخابات حضارية وهادئة تجسيدا وتمثيلا للديمقراطية التي يتميز بها إقليم كردستان، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم. أنا الآن في إدارة جرميان وبالتحديد في قضاء كلر، حيث يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني كرنفال جماهيري للتعريف المرشحين عن القائمة 190، وذلك لإتاحة الفرصة للناخبين من أجل التعرف أكثر على برامج الانتخابية للمرشحين، وعددهم في إدارتي رابرين وجرميان والسليمانية وحلبشة 78 مرشحا. نتحدث قليلا عن هذا الكرنفال، ينضم إليه المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن القائمة 190 السيد سربجز طاهر، مرحبا بك معنا في هذه الانضمامة. يعني دوما ما يتم الحديث عن أن حتى هذه اللحظة الحملة الانتخابية تجري بسلاسة، تجري بانسيابية. كيف نحن نقترب الآن من نهاية الحملة الانتخابية، حتى هذه اللحظة كيف كمرشحين للحزب الديمقراطي كيف تلتزمون بتوجيهات القيادات الكردستانية والمفوضية؟ يسعد الله أوقاتكم. نحن هنا لكي ندعم قائمتنا، قائمة حزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الشموخ، قائمة الشموخ، القائمة 190. نحن هنا لكي ندعم حزبنا بشكل تام، وإن شاء الله نلتزم بكافة تعليمات حزبنا وتعليمات المفوضية العليا للانتخابات بشكل تام إن شاء الله. طب هذا الكرنفال هو إتاحة فرصة للناخبين للتعرف على البرامج الانتخابية. هناك برنامج انتخابي عام للقائمة 190 وهي الإعمار والتنمية والتعايش. أنت في حال يعني وصلت إلى قبة البرلمان، ما الخطط أو ما البرامج التي تنوي أو تبغى العمل عليها؟ البرامجنا، نحن حزب يعني خدمي، نخدم المجتمع بشكل كامل، ومشاريعنا هو تحت ضمن الخدمات اللي نخدمها للمجتمع الكردي بشكل عام والمجتمع الكردستاني، وتضامنا بالقرارات الحزب وتعليمات قيادتنا الحكيمة رئيس مسعود البرزاني يكون وعودنا تحت الوعود كفوءة، ونقدر أن يعني بشكل جيد نقدر أن نحقق الوعود بشكل تام، وإن شاء الله يعني نحاول بكافة جهدنا أن يكون عندنا مشاريع يخدم المجتمع الكردي بشكل تام. سيد سربرز طاهر، طبعا سربرز شكرا لهذا المداخلة. سربرز يعني الشموخ والعزة، وبكل تأكيد إن شاء الله الفوز والشموخ والعزة أيضا لقائمة الحزب الديمقراطي 190 المشاركة في انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان. طبعا هذا الكرنفال هو المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، يعني هذه الكرنفالات بشكل عام هي مرحلة أخيرة للحملة الانتخابية التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل التعريف عن مرشحين لقائمته 190. الآن في يعني قضاء كلر يعني هناك الكثير من مناصرين ومؤيدين الحزب متواجدون هنا، إضافة إلى ذلك أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم السيد هيمن هرامي موجود هنا، سيكون حاضرا في هذا الكرنفال. نحن الآن ما زلنا يعني قبل بداية الكرنفال، قد يكون هناك يعني مرور بعض قليل من الوقت ويتم انطلاق هذا الكرنفال الجماهيري الذي يؤكد ويعني يؤكد مرة ثانية ويتطلع إلى المزيد من يعني التقدم والمزيد من الازدهار والمزيد من الإعمار والبناء في تحت راية وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم أجين، مراسلنا شيار محمد كنت معنا من كلار، شكرا جزيلا لك.